جزاكم الله خيرا. قبل أن أدخل في الصلاة أشمر البنطلون ليكون عند الكعبين خوفا من الإسبال في الصلاة، ما حكم ما فعلت وهل يؤثر الإسبال على صحة الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الإسبال محرم، المراد به ما نزل عن الكعبين من الملبوس للرجال من ثياب أو إزار أو بشت أو سراويل، كل ذلك يعد من الإسبال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. أنت أحسنت في تعاهد سراويلك ورفعها عن الكعبين، وكان هذا يجب حتى في غير الصلاة، يجب أن لا يكون نازلا عن كعبيك شيء من ملابسك في الصلاة وفي غيرها. الإسبال محرم في الصلاة وفي غيرها، لكنه لا يبطل الصلاة، وإنما يأثم به المسبل لكن لا يبطل الصلاة. نعم.